السلام عليكم أعزائي طلبة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوي. بمناسبة عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما كده موفقين إن شاء الله. وإن شاء الله يا شباب، ده أول درس هنتكلم فيه إن شاء الله في منهج أولى ثانوي عام. في البداية يا شباب، أنتوا طبعا جايين من المرحلة الإعدادية، وانتوا درستوا في العلوم، كان كذا فرع بيتكلم عنه، كان من ضمنها الفيزياء، فكان بعض عندكم الدروس تندرج حاليا تحت ايه مسمى الفيزياء. طيب احنا كشباب بقى عاوزين نعرف في البداية ما معنى كلمة فيزياء. زمان واحنا لما كنا طلبة ثانوية عامة، كان الفيزياء بيطلق عليها باللغة العربية علم الطبيعة، يعني هو الدراسة التي تخص تفسير الظواهر الطبيعية اللي كانت بتحصل تحدث حوالينا، سواء بقى في الكون أو الفضاء. وعشان كنا نفهمها، عمل العلماء وابتكر العلماء ووصل إلى قوانين هامة جدا، وصلت لآخر مرحلة في أعلى قانون موجود على مستوى الكون كله، اللي هو ليس بعده قانون آخر، وهو قانون الطاقة. معنى كده احنا ممكن نلخص بقى كلمة الفيزياء هي دراسة الطاقة انرجي، والطاقة بكل صورها. فانتوا شباب بقى ان شاء الله في اولى ثانوي هتاخدوا الطاقة الميكانيكية. معظم الكتاب كله او معظم المنهج بتاع اولى ثانوي هيتكلم عن الطاقة الميكانيكية، وهي طبعا الطاقة الميكانيكية اصلا لو انتوا لاحظتوا فيها هي غير واضحة بالنسبة لكم، غير واضحة بالنسبة لكم في الكتاب كشرح، لكن هي تتعلق في الآخر بدراسة الطاقة الميكانيكية. ثم في منهج الثانوية عامة في الفصل في السنة الصف الثاني يتعلق برضه بدراسة الطاقة الحرارية والطاقة الغازية. وإن شاء الله بقى ربنا يكرمكم ويوفقكم في مرحلة سنة تالتة بقى الصف الثالث، هيتعلق بقى بدراسة الطاقة الكهربية. يبقى إذا ملخص بقى الفيزياء من أولى ثانوي لحد ثالثة ثانوي هي دراسة معادلة الطاقة بكل صورها. طيب تعالوا نبص بقى على الإيه المقدمة هنا بقى. علم الفيزياء اللي هو الفيزيكس، طبعا الفيزياء دي أصلا كلمة طبعا اللي هي اللاتيني أو الإنجليش، وطبعا المفروض معناها بالعربي اللي هي الطبيعة. يبقى هو بقى دراسة وتفسير الظواهر الطبيعية التي تحدث حولنا في الكون والفضاء، وهذه الظواهر مصدرها عبارة عن طاقة اللي هي بالإنجليش energy. ولكي بقى يستطيع العلماء فهم ودراسة وتفسير هذه الظواهر، لجأوا إلى اكتشاف واختراع القوانين ونظريات ونتائج علم الرياضيات، منها طبعا أينشتاين ونيوتن وكل علماء الرياضيات. يتضح بقى من ذلك بقى ان الفيزياء هي تطبيقات على الرياضيات. لذا عزيز الطالب بقى، لكي نفهم الفيزياء لابد من فهم الرياضيات التي توصل العلماء من خلالها الى معادلات الطاقة بصورها المختلفة، حتى نتمكن من التطبيق الصحيح لعلم الفيزياء. بعد بقى المقدمة الاولى للشباب بقى على موضوع تعريف الفيزياء، هنتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا بقى، أول حاجة في علم الفيزياء، وهي بقى ما المقصود بالقياس. المقصود بالقياس يا شباب بقى هو عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نفس النوع، تسمى وحدة القياس، لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. يعني بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي لو عاوز أقيس كمية مجهولة، ولتكن مثلا الكمية ديت كتلة أو طول أو وقت. طيب أنا عشان أقارن الكمية ديت وأعرف قياسها، لازم أقارنها بكمية تانية من نفس النوع اللي هي بقى كوحدة بقى أو وحدة قياس. فعشان أنا أقيس كتلة هقارنها كوزن أو كتلة بكيلو جرام أو الجرام أو أي أو الطن برضه أو وحدة قياس تانية. وبالتالي بقى لمعرفة عدد مرات الاحتواء الأولى على التانية. يعني إحنا مثلا في لما بنروح عند أي محل بقالة أو جزارة، يبقى عنده الميزان هو كفتين، ومعاه بيسموه بقى الموازين بتاعته اللي هي مكتوب عليها كيلو واتنين كيلو ونص.
فانا بحط كميه في كفه واشوف الكفه التانيه لو حاطط فيها كيلو، لو الكفتين توازنه يبقى اصبح قارنت الكميه اللي بشتريها من عند البقال او الجزار ديت بالكتله الحديد اللي محطوطه اللي هي معبره عن كيلو، يبقى ده اسمع اللي انا اشتريته دوت اعتبره كيلو، لو هي كيلو ونص هتبقى كيلو ونص وهكذا. واصبحت هي كميه بقى معرفه عدد مرات الاحتواء الاولى. طيب الكميات الفيزيائيه بقى، في عندك هنا نوعين من الكميات الفيزيائيه، كميه فيزيائيه اساسيه وكميه فيزيائيه مشتقه. يعني ايه بقى كميه فيزيائيه اساسيه؟ يعني كل الكميات الفيزيائيه الموجوده في الطبيعه والكون وفي العالم كله ثلاث حاجات اساسيه، هي ايه بقى؟ الطول والزمن والكتله، وفي نفس الوقت بقى درجه الحراره بقى ايه اللي هي إيه المحيطه بينها، درجه الحراره المحيطه بينها. طيب الكميات بقى الفيزيائيه المشتقه اكيد بقى هتيجي منين؟ من اي كميتين او اكتر كميات اساسيه. يعني ممكن لما اخد كميتين مع بعض اساسيه كده عملت كميه مشتقه، او لو خدت ثلاث كميات برضو اساسيه عملتهم هي كميه برضو مشتقه. يبقى الكميه الفيزيائيه المشتقه هي كميه فيزيائيه تعرف بدلاله الكميات الفيزيائيه الاساسيه. طب زي المساحه، طب المساحه دي عباره عن ايه؟ احنا دايما حتى بنقولها واحنا كده في الاعداديه يقول لك ايه ده حاجه تربيع، مساحه وحده مربعه او وحده مساحه، يعني طول في طول او طول في عرض، يعني في النهايه برضو خدنا ايه بقى من الاساسيه طول في طول. طب الحجم ثلاث ابعاد، طول في عرض في ارتفاع، يعني برضو في النهايه وطول بس كعبناه. يبقى اذا اصبح يبقى الكميه المشتقه اللي هو الحجم والمساحه، وكذلك بقى بعد كده ناخدها بالتفصيل زي السرعه والعجله والقوه والضغط والشغل والطاقه والقدره. طب تعالى ناخد بقى ايه بقى اللي هي اطوال او الرموز اللي احنا هنتعامل معاها ان شاء الله في الثلاث كميات الفيزيائيه، اللي هي اول حاجه الطول اللينث، يبقى كلمه طول في الانجليش لينث، وبالتالي هناخد رمزها بعد كده ان شاء الله هتشوفوها اللي هو ال، والكتله ماس، والزمن التايم. ادي يا شباب بقى صيغه الابعاد بقى للكميات الاساسيه، زي ما قلنا الطول لينث هاخد الرمز بتاعه اول حرف منه هو الايه الكابيتال ال، والكتله اللي هي كانت الماس خدنا اول حرف منها كلمه كابيتال ام، والزمن اللي هو طبعا تايم خدنا طبعا الحرف الاولاني كابيتال تي. يبقى عندي بقى صيغه الابعاد للكميات الاساسيه هي ال ام تي، نحفظها يا شباب معانا بقى. يبقى ال لينث، والام ماس للكتله، والتي اللي هو التايم او الزمن. طب مثال كده بقى، طبعا قلنا من شويه ان دول كلهم الثلاثه دول هم تلاقيه الثلاث كميات الاساسيه. طب تعالى ناخد بقى كمثال بقى على ايه بقى، عاوزين نجيب معادله صيغه الابعاد للسرعه، السرعه في، وهنا الفي هنا يوصف بها الفيلوستي. طيب انا عشان اجيب بقى صيغه الابعاد لاي كميه مشتقه لازم اعرف القانون بتاعها او المعادله بتاعتها. طيب السرعه بتساوي ايه كقانون؟ بتساوي المسافه على الزمن. طب المسافه بتقاس بايه؟ اللي هي اعتبر وحده طول. طب والزمن؟ وحده زمن برضه اللي هو تبقى عند التي. يبقى اذا بقى صيغه الابعاد للسرعه هي بقى، هنيجي يا شباب شايف القوسين دولت اللي هم قوسين كبير دولت، دي اقواس كبيره مستطيله الشكل اهي، بحط فيها ايه بقى الكميه اللي انا عاوز اجيب بيها صيغه الابعاد لها. طيب قلنا الزمن او الطول ان رمزه قلنا ايه كابيتال ال، طب والزمن اللي هو كابيتال تي، فانا بقسم ال ال سلاش هيت يعني معناتها على او لكل ايه تي او كل زمن، يعني طول لكل زمن او طول مقسوم على الزمن. طيب لاحظ حاجه مهمه بقى، انا مش هقدر اسيب المعادله كدوت ال على تي، لا في صوره الابعاد بقى بنحطها في صوره ضرب كميتين في بعض. طب معنى ايه بقى؟ ان ممكن دلوقتي هضرب ال ديت في مقلوب التي، انت عارفين طبعا واحد على تي اللي هي تبقى بقى تي اس سالب واحد، وهي دي بقى الصيغه المفروض النهائيه لاي صيغه ابعاد. يبقى السرعه هتساوي كام في النهايه؟ بقى صيغه الابعاد لها بقى ال مضروبه في تي سالب واحد. طب هنا يا شباب بقى عشان تفهم بقى وتحاول تحل مع نفسك المثال ده بقى، اقول لك اوجد معادله صيغه الابعاد للعجله. طب رمز العجلة ايه؟ ايه؟ طب ايه جت منين؟ على كلمة acceleration،
عندنا الحرف الأول منها اللي هو كلمة إيه. طب لازم برضو أديك برضو إيه المعادلة اللي أنت هتجيب منها صفة الأبعاد زي السرعة كده مخدامة فوق أهو. إذا علمت بقى أن العجلة هي مقسوم السرعة على الزمن، سرعة على الزمن، فأنت كده ببساطة هتجيب السرعة اللي جبتها وبعدين قسمها كمان على زمن وشوف معاك هتطلع لك كام. لو في أي مشكلة إيه ممكن تتواصل معايا وتقول لي عليها. طيب شباب بقى، احنا ازاي بقى نحول او نعبر عن صيغة الابعاد؟ ازاي ايه هنعبر عن صيغة الابعاد؟ صيغة الابعاد لها صورة عامة وهي الـ A ديت كابيتال A، هو دي الكمية الفيزيائية المشتقة اللي احنا هنحاول نجيب لها صيغة ابعاد. طيب احنا قلنا من شوية بقى ان صيغة الكميات الفيزيائية الاساسية هم 3 حاجات، اللينث اللي هو الكابيتال ال اللي هو الطول، والماس اللي هي كابيتال ام والتي. طب ايه اللي فوق ده بقى؟ ما احنا قلنا من شويه بقى ممكن تبقى الاي ديت او البي دي او السي ديت، تبقى ممكن واحد، ممكن تبقى موجب بوزيتيف يعني او نيجاتيف 1 او نيجاتيف 2. فهنعبر عنها بكده بحيث بقى احطها في الاخر في صوره بقى ايه بقى ان الكميه الاساسيه هي يعتبر ايه زي ما بنسميها كده في صوره بقى اللي هو العدد والأس بتاعه، فده الأساس وده الأس. يبقى أصبح هنا الكمية الأساسية هي ال L ده الأساس، وال A سمول ديت ده الأس. ممكن يكون الأس بقى موجب أو سالب زي ما اتفقنا من شوية. نفس الحكاية برضو الماس هتبقى هي إيه بقى الأساس، وديت ال B هو الأس بتاعتها برضو موجب أو سالب. نفس الشيء أيضا ال T اللي هو الزمن برضو هيبقى دي الأساس وده الأس السي بتاعتها زائد أو سالب وهكذا. حيث قلنا بقى ايه الطول طبعا برضه عشان ما ننساش تاني نقول اهيت، حيث ال L هو الطول وال M الكتلة وال T التايم هو الزمن. طيب قلنا بقى الكلام ده، نرجع تاني بقى قلنا ايه، حيث بقى ال A نفسها الكمية الفيزيائية اللي انا عاوز ايه اجيب لها صيغة الابعاد لها، وال A وال B وال C هي ابعاد ال L وال M وال T على الترتيب. وما ننساش نحط بقى اذا كان في سالب او موجب حسب، يعني لو قلنا مثلا زي قول السرعة قلنا ال على تايم، يعني ال على تايم، وقلنا التايم في النهاية هيطلع لفوق بسالب واحد، فاعتبرنا ايه بقى ال A واحد وهي سالبة كسرعة. تمام يا شباب كده؟ طيب احنا بقى عندنا بقى في العالم كله عمل حاجة اسمها وحدات قياس الكميات الفيزيائية الأساسية اللي هم تلاتة على بعضهم بقى ال L وال M وال T. طب دي كلها بنسميها كميات فيزيائية، لكن وحدات قياسها بقى العالم كله عمل 3 أنظمة. أول نظام ده هو النظام الفرنسي اللي بيطلق عليه أيضا نظام جاوس. جاوس جت منين؟ على أساس سي جي اس جاوس. طب جت منين بقى كلمة جاوس؟ على أساس قلنا الطول هتقاس بواحد سنتي متر، طب السنتي بالإنجليش كابيتال سي. طب وقلنا الكتلة اللي هي رمزها ام ككمية فيزيائية بنقاس بالجرام، والكلمة جرام أول حرف جي جرام. وطبعا زي ما احنا عارفين طبعا كل العلماء كلهم وكل العالم كله في الوحدات القياس اتفقوا على أن الزمن هو ثابت معاهم اللي هو إيه الثانية اللي هي سكند. يبقى سي جي اس ده نظام، أول نظام اتعمل في العالم كان نظام الفرنسي اللي هو نظام بيسموه نظام جاوس. يبقى الفرنسي هو نفسه جاوس. النظام التاني بقى برضه العالمي اللي هو النظام البريطاني. يبقى ده النظام التاني اهو البريطاني اللي هو البريتش. طيب النظام البريطاني اللي هو اف بي اس. طيب اف يعني ايه؟ يعني قدم يعني فوت. يبقى اظن الطول بتقاس بواحد اسمها القدم، وطبعا قدم بالانجلش يعني فوت. طيب والكتلة بقى مش بالجرام او كيلو جرام، اسمه بالباوند. يبقى البي هنا هي اختصار لكلمة باوند. وزي ما قلنا من شوية في النظام كلها الزمن كله متفقين عليه اللي هو التايم بالسكند اللي هي الثانية. يبقى ده كان ايه بقى النظام الثاني، نظام العالمي الثاني. النظام الثالث اللي هو نظام المتر بقى، وده اللي حاليا شغالين بيه كل العالم حاليا. اتفقوا بقى كأوروبا وامريكا على النظام ده، لكن طبعا البريتش بقى واللي هو الانجليز شغالين على النظام بتاعهم اللي هو قلنا بقى اف بي اس. النظام ده شغالين عليه لحد ان شاء الله الجامعه شباب بامر الله يعني.
اللي هو بقى نظام المتر. جيت فقال لك بقى، قال لك الطول هاخده بالمتر، فالرمز بتاعها اللي هو كلمة متر هنا ام. طب والكتلة بقى بالكيلو جرام، خدنا كلمة كيلو تمام. وزي ما اتفقنا برضه قلنا من شوية ان الزمن كله في العالم هي الثانية، ومتفقين في كل اساس انظمة اللي هي السكند. يبقى نظام المتري ام كي اس. ومحدش يقول لي بقى ام كي اس دي جمع على بعضها، لا دي اختصارات لكلمة ايه بقى، متر كيلو كيلو جرام بقى عشان دي كتلة، وإيه طبعا هو السكند. طب تعالى ناخد مثال بقى، لو مثال هنا، ما هي وحدة القياس كل من السرعة والعجلة؟ احنا خدنا هنجيب دلوقتي وحدة القياس وليست أبعاد، تمام؟ هنجيب وحدة القياس. فالطبيعي برضه في الأول هنشوف القانون هو إيه علاقته إيه بقى بالأبعاد الثلاثة الأساسية. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طيب المسافة بقى في النظام العالمي اللي هو النظام المتري، هاخد قلنا نختار المسافة يعني طول. طب الطول بتقاس بإيه بالمتر، يبقى هيكتب متر. طب والزمن بالثانية، المتر على كل ثانية، بالعربي اختصارها بقى إم لكل ثانية. طيب في صيغة بقى القياس العالمي كإنجلش، أقول لك كتابة بالإنجلش بقى، إن السرعة هيت اللي هي الفي فلوستي بتساوي الطول على الزمن. الطول رمزه ال، الزمن تي اللي هو التايم. إذا وحدة القياس بقى أشيل الإم أحط متر، وأشيل الثانية وأحط مكانها إس. يبقى إذا وحدة القياس السرعة هي متر كل ثانية. وممكن أكتبها برضه متر وأعمل دوت، يعني هو حاصل ضربها إس سالب أس سالب واحد، تمشي عادي. طب العجلة بقى قانونها، العجلة بتساوي السرعة على الزمن. يبقى إذا وحدة القياس العجلة السرعة نفسها متر على الثانية، وكمان على الثانية متر على كل ثانية تربيع. يبقى إذا متر على كل ثانية تربيع. الشباب ده قلنا بقى النظام العالمي خلاص أصبح هو النظام المتري، اللي هو اتسمى برضه اس اي يونتس. يبقى الاس اي يونتس اللي قلنا برضه هتبقى عند الطول بالمتر، ادي اللي هي الام، وادي الكتلة بالكيلو جرام، وادي الزمن بالاس. والنظام بقى العالمي دوت دخلوا عليه بعض كميات فيزيائية تانية، 6 كميات فيزيائية. ادي التلاتة اللي هم اللي قلنا عليهم من البداية بتاعتنا الأساسية، الطول ال والكتلة والزمن. أضافوا لها بقى 9 أو 6 وحدات قياس تانية. أول حاجة منها شدة التيار الكهربي، رمزه هو كابيتال آي، اللي هو وحدة قياسه المسمى الأمبير، ورمزه إيه. الحاجة اللي بعد منها درجة الحرارة المطلقة. أكيد أنتوا عارفين إن في عندنا 3 أنواع من قياس درجات الحرارة. طب رمز درجة الحرارة التمبريتشر، خدنا كلمة كابيتال تي، في عندي سليزيوس وفي عندي فهرنهايت، فخدوا منها كلفن. يبقى الكلفن ده استاندر عالمي بالاس اي سيستم يونتس، نظام الاس اي او اليونتس او الوحدات القياس العالميه. يبقى خدنا الكلفن كمقياس في ايه، وحدات القياس العالميه، وليس فهرنهايت ولا سليزيوس. وكميه الماده اللي هي المول، هو اكيد خدته انتوا ممكن، او ان شاء الله في ثانويه عامه برضه في الكيمياء تاخدوا حاجه اسمها المول، ورمزها اللي هي بقى كلمه ام او ال. طيب الكيمياء بتاعتها رمزها سمول ان. وفي واحدة بعد كده برضه اسمها شدة الإضاءة، دي كمية فيزيائية شدة الإضاءة، طب رمزها اي واي. طب المسمى بتاعها بقى الوحدة القياس اسمها الشمعة، اللي هي بالإنجلش كاندل، اللي هي خدنا منها رمز سي دي، بدي شمعة يعني كاندل سي دي. والزاوية المسطحة انتوا خدتوا برضه او هتاخدوا ان شاء الله في اولى ثانوي بقى نظام الدرجات بقى بالدرجات الستيني والتقدير الدائري. ده اللي بنسميه الدائري اللي هو ريديان. ده ريديان فيه طبعا انواع من الزوايا اللي هي بالدرجه بقى، اللي هي 30 درجه و60 درجه، لكن في نوع تاني اسمه بقى ايه ريديان. والزاويه المقسمه يعني ايه مقسمه بقى، يعني زاويه في الفراغ. يعني لو عندك انت شكل كده مخروط، او عندك شكل قمع زي كده الكون بتاع الايس كريم ده، لو انت شفته في النهاية عبارة عن جزء من قطع من الكرة، وبالتالي ما يحس ايه عايز بقى، او الزاوية المقسمة عايزها بحاجة اسمها استريديان.
طبعا دي مش عليك بقى الا بقى ربنا يكرمك ان شاء الله بقى تخش ثانوية، تخش جامعة في هندسة، ممكن تحتاجها بقى في حاجة اسمها رسم الهندسة وهكذا. طب اذا بقى حبينا يا شباب نجيب معادلة ابعاد وحدات قياس بقى للكميات الفيزيائية المشتقة، زي ايه بقى؟ عند الكمية المشتقة اللي هي المساحة، قلنا المساحة تاخد ايه بقى بعدين، اصلها هي بعدين من الكميات الفيزيائية الاساسية اللي هو الطول في عرض، بس كان طبعا ده مستطيل يعني، لو مربع برضه طول في طول في طول، او طول طول طلع في نفسه، نفس الشيء برضه في نهاية اصلا وحدة الطول والعرض هما وحدة الطول، يعني ال تايم ال يديني ال تربيع، دي صيغة الابعاد للمساحة. طيب وحدة القياس هتبقى متر في متر، يبقى متر تربيع. طب الحجم عبارة عن ايه علاقتها مع الكميات الاخرى بقى، طول في عرض في ارتفاع، الطول ده وحدة طول برضه يبقى ال، طب والعرض برضه وحدة طول ال، والارتفاع برضه كذلك وحدة طول ال، فتبقى ال صيغة الابعاد لها بقى ال تايم ال تايم ال، يعني ال في ال في ال، هتيجي في الاخر بقى ال تكعيب. طب لو قلنا بتقاس في النظام الاعلامي الطول بالمتر، يبقى متر في متر في متر، يبقى متر تكعيب. طب الكثافة أكيد يعني عندك فكرة عنها في المرحلة الإعدادية، بتساوي إيه؟ الكتلة على الحجم. طيب الكتلة هي كمية فيزيائية أساسية، لكن الحجم كمية مشتقة، فهقسم الكتلة هتبقى صيغة الأبعاد لها الكابيتال إم، والحجم من هنا كده اللي هي صيغة الأبعاد بتاعتها كام؟ ال تكعيب. وقلنا في صيغة الأبعاد مفيش حاجة اسمها قسمة، أحول المقام إلى بسط، في يبقى في أس سالب، يبقى متر مضروبة أو طايم في ال أس سالب 3. طب وحدة القياسة بقى هتبقى كيلو جرام لكل متر مكعب، يبقى صيغة الأبعاد الكثافة، وده على فكرة بتيجي في بعض الامتحانات يقول لك أوجد صيغة الأبعاد الكثافة، ولو أنت مش عارف القانون بيديك القانون يقول لك هي بتساوي كتلة على الحجم، فأنت حتى لو ما عندكش القانون أنت المفروض تبقى عارفه كطالب. القانون اللي بيربط الايه الكميه الفيزيائيه المشتقه. طب السرعه قلنا عليها من شويه، مسافه على الزمن نفس الشيء برضه، المسافه دي وحده طول، يبقى صيغه الابعاد بتاعتها ال كابيتال، وكل من زي ما انتم شايفين يا شباب كل صيغه الابعاد بناخدها بالكابيتال بالحروف الكابيتال وليس السمول، يبقى ال كابيتال مقسومه على ايه، على تي كابيتال، وقلنا في صيغه الابعاد هنا المفروض دي نحطها يبقى سالب واحد، دي المفروض تحط شباب ايه بقى، يبقى ال مضروبة في تي اس سالب واحد دي. طيب وحدة القياس بقى تبقى متر لكل ثانية، العجلة قانون بتاع سرعة على الزمن. طب ادي السرعة ايه اللي هي وحدة القياس اللي هي صيغة الأبعاد بتاعتها ال مضروبة في تي اس سالب واحد بقسمها كمان على تي، فتي تطلع فوق بأس سالب واحد كمان في سالب واحد، تطلع لي في النهاية انك معه بسالب اتنين، يبقى صيغة الأبعاد للعجلة ال مضروبة في تي أس سالب اتنين. طب وحدة قياس العجلة متر لكل ثانية تربيع. طب القوة هتساوي الكتلة في العجلة، ده القانون بتاع مين؟ القوة. طب الكتلة قلنا ام، طب والعجلة من قبل منها اللي كانت ال مضروبة في تي سالب اتنين، يبقى صيغة الأبعاد للعجلة القوة ام تايم ال تايم تي باور ماينس 2، يعني الكتلة في الطول في أس سالب تربيع الزمن. طب وحدة قياس بقى الكتلة القوة هي نيوتن، وحبيت أكتبها طبعا بالعربي عشان تبقى عارفينها، يبقى كابيتال إن، دي الوحيدة بقى بنكتبها في كل لحظة شباب، وحدة القياس كلها اللي فاتت كلها كانت بإيه، بنكتبها بالحرف سمول سمول، الحروف اللي هي السمول وليس الكابيتال، لكن جه عن نيوتن كتبناها الكابيتال ليه؟ عشان في نادى اسم عالم، لكن اللي فاتت ديت متر، ده اسم كمية. تمام يا شباب؟ يا شباب لو احنا حبينا نعمل نعبر عن بأي كمية فيزيائية أو كمية قياسية، بس في صورة بقى حاجة اسمها الصيغة المعيارية القياسية لأي عدد. بمعنى ايه يعني؟ احنا خدنا في الاعدادية ازاي كنت احول في سنة تالتة اعدادي ازاي احط اي عدد في الصورة المعيارية القياسية، يعني لو عندي 1000 كمثال يعني،
الألف ديت أنا بكتبها ألف يعني واحد وتلات أصفار على اليمين. طب دي اسمه كده إيه، صيغة عادية؟ لا، عاوز أحطها في صيغة معيارية أو الصيغة القياسية. كنت بكتبها إزاي لو تفتكروا بقى؟ كنت بقول واحد في 10 أس 3، حولتها من ألف ديت بتحولتها صيغة معيارية، قلت بقت واحد في 10 أس 3 دي الألف. طب لو كان عندي 2000 كنت أقول 2 في 10 أس 3. طيب هي دي بقى الصيغة اللي نقول عليها الصيغة المعيارية، حيث الاتنين بتاعت الألفين هي الألف، وأدي الـ10 هو الأساس. يعني أنا كل عدد بقى بحطه أول في على يمينه كعدد، اللي هو إيه، بنعبر عنه برمز ألف. بس مش شرط بقى الألف مين بقى، أكبر من أو تساوي الواحد، وأقل من أو الـ10. طيب مضروبة فين بقى؟ في الأساس اللي هو الـ10. والان هو مرفوع الاس، يعني زي ما قلنا من شويه كده الـ2000 هتبقى الالف هي الـ2 عشان اكبر من مين، من الواحد. طيب وفي نفس الوقت الـ10 موجوده ايه، في 10 اس 3، يبقى النون عندي بكام، هي الـ3. فلو قلت بقى عندي 15000، ينفع اقول بقى 15 في 10 اس 3. طب الـ15 هي الف هنا، اكبر من مين، من الـ10، المفروض تبقى اقل. مش هينفع احطها اقول 15 في 10 اس 3، لازم اخليها كام، اقل من 10 بس في نفس الوقت اكبر من او تساوي الواحد. يبقى ممكن اشيلها واحطها مكانها الـ15 دي، تبقى 1.5. طب اللي انا عملت ايه، قسمت هنا ايه على 10 عشان اخلي الـ15 بقت كام، 1.5. يبقى لازم اضرب كمان في الـ10 التانية، وهكذا زي ما هشوفها بعد كده في المثال السابق بقى او اللاحق بقى تحليل. طب مثال واحد بقى بيقول لي هنا يضاع على عدد 125 على الصورة القياسية المعيارية. طب قلنا الحل بقى اهو، ده العدد اهو. طب انا العدد ده قلنا عبارة عن كام، عاوزين نحط بقى في صورة ألف اللي هي اعتبرنا 1.25، والأساس زي ما هو 10 اهوت، والأس اللي هي الإن اللي هي النون هنا ب2. طب جت منين؟ ما أنا عندي هنا لو أنا 125 هي كده أكبر من 10، طب عاوز أخليها أقل من 10 وفي نفس الوقت أكبر من 1، هقسمها على 100. هقسم على كام؟ على الماس بتاع 100 بقت كام؟ 1.25%. طب وانا زي ما قسمت على 100 لازم اضرب نفس ال 100، يبقى كده كاني ما عملتش حاجه، فهضرب في 100 100 تعني كام، 10 اس 2. يبقى اصبح العدد 125 ده لما اتحط على الصوره القياسيه بقى هو كام، 1.25 مضروب في 10 اس 2. طب مين يقول لي يا شباب بقى الالف هنا مين، هي الـ1.25، اكبر من كام، من 1، وفي نفس الوقت اقل من الـ10، لازم نلاحظ دي. طب والنون بقى اللي هو الأس هنا، الأس الـ10 كام، 2، يبقى النون هنا كام، ب2، يبقى دي أصبحت حطناها على الصورة المعيارية أو القياسية. تعال نشوف مثال تاني يا شباب. مثال تاني، هنا العدد كام، 125 من 1000، عايزين نحطه على الصورة القياسية برضه أو الصورة المعيارية. طيب 125 من 1000 دي أحاول برضه أحطها في صورة عدد، لو الألف أكبر من 1 وأقل من 10 هتبقى كام؟ 1.25. هنا عملت هنا إيه يا شباب بقى؟ ما دي أصلها هي 125 على 1، يعني 125 في 10 أس سالب 3. متفقين كده؟ يبقى هي بدايتها 125 في 10 أس سالب 3. طب 125 كألف هي أكبر من 1 مش على الصورة الكرسية، يبقى قسمها على 100 بقت 1.25. لما قسمت 125 على 100 بقت 1.25. طب انا زي ما قسمت على 100 هضرب في 100، طب 100 في 10 أس سالب 3 هتيجي في الاخر 10 أس سالب 1. يبقى اصبحت العدد 125 من 1 بقت على الصورة القياسية الالف بتاعتها هي 1.25، والاساس هو 10 اهو، متفقين، والنون بقت سالب 1. المثال اللي بعد منه رقم 3 نفس الشيء برضه، بيقول ضاع العدد بقى ده كام يا شباب بقى؟ هنعد من عند العلامة العشرية، أدي 1 2 3 4 5، يعني دي كام بقى، 5 من 100 ألف. نقول تاني يا شباب كده عندهم 1 2 3 4 5، يعني 5 من 100 ألف، يعني 5 على 100 ألف، يعني 5 في 10 أس سالب 5. متفقين أهو، فعلا هي بقت 5 في 10 أس سالب كام، 5. طب اجي احطها على الصورة القياسية، الألف بكام؟ 5. زي الفل، مش عاوز تحويل بقى،
ليه؟ عشان أكبر من واحد وأقل من 10. هنا بقى النون اللي هو الأس كام؟ بسالب 5. وزي ما اتفقنا قلنا دايما إيه الأساس هو 10. وكده بقى انتهينا بالدرس الأول، ونشوفكم إن شاء الله في درس لاحق بأمر الله، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.